السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تو كتابوليزم أو آخر فيديو، أنسيت الرقم هنا يشيني بصراحة. كتابوليزم of branch chain amino acid، هاي ثلاثة أحماض أمينية. علاش أنا الفيديوهات اللي فاتوا كنت نقول لك المواد اللي تعطي بايرفيت، أستال كوي، سكسينال كوي، خلاص أنت تعرفت عليهم المواد، لكن في ثلاثة أحماض أمينية أنا كنت نأجل فيهم، كل ما يجي دورهم نأجلهم. لين تو أنا بنعطيهم لك اللي هم مني ثلاثة أحماض الأمينية، هي اليوسين، هم ثلاثة اليوسين، أيزوليوسين and فالين. ثلاثة أحماض هما essential، very essential، ما تقدرش تصنعهم في جسم في جسم الإنسان، ما تقدرش تصنعهم، فتبي تاخذهم من الغذاء، مهمة جدا للعضلات. خلينا نذكرك اليوسين هذا بيور كيتو، يعني حيعطيك أسيتات أو أسيتو أستايل. الأيزوليوسين ميكسد، كيف ميكسد ممكن يعطيك أسيتو أستايل، والفالينيا ممكن يعطيك ساكسينايل، أو خلي نقول لك راهو بيور جلوكوجينك، أي إنه بيعطيك ساكسينايل كو إيه، وهذا يبدأ كذا. تقول الايزوليوسين ممكن يعطيك هيك ولا هيك، ما عندكش مشكلة. الفالين جلوكوجينك، اليوسين كيتوجينك، ايزوليوسين يعطيك الزوز. نبي نقول لك معلومة معلومة مهمة شوية، ان الترانز امينيشن، هم طبعا تخلص منهم عمليتين، ترانز امينيشن واوكسيديتيف ديكربوكسيليشن. ترانز امينيشن of PCA branch chain amino acids occur when تصير in muscle, brain, adipose tissue. الثلاثة أماكن هي اللي يصير فيها ال تصرف او تكسير الاحماض الامينيه الثلاثه هما. الليفر للاسف، الليفر از ديفيسيت، ناقص فيها الانزيم، في ديفيشنسي ان ترانز امينيشن، فيري امبورتنت. الكلام هو علاش، من اللي يستفيد منه؟ الدماغ، العضلات، الأحماض الأمينية، هي الثلاثة خصوصا العضلات تبني فيهم هلبة. لهذا الترانز أمينيز في الليفر مضحية الكبد بيهم، منبل منها بارك الله فيه. نبي أني ألخص لك الكتابوليزم متاعهم كيف يصير بالضبط. للأمانة في هلبة تفاعلات، والتفاعلات هي مشابهة في الأحماض الثلاثة، لكن الناتج النهائي يختلف. وأنا باش نعطيك الدواء الأحسن أو الطريقة الأحسن، فأني أفضل أنك أنت تكتب معاي بطريقة مختصرة بعيدا عن كثرة المعادلات. يعني مثلا عندي رقم A ساكسينال كو A، ساكسينايل كو اي، مين اللي بيعطيك ساكسينايل كو اي؟ اتفقنا ان هذا الاند برودكت متاع الفالين. الفالين لما بيتكسر حيعطيك شيني ساكسينايل كو اي، وبهذا الفالين يعتبر شيني جلايكو جينك. عارف ان المعلومة معاودة، لكن نكتبوها باكثر من طريقة لأهميتها. بي عندنا اسيتايل كو اي أو أسيتاي أو أسيتو، خلينا نقول أسيتو أسيتايل
كو ايه مركبين هما، من بيعطيهم لي؟ بيعطيهم لك اليوسين كونه ان كيتوجينك. اهي فبنقول عليه كيتو جينك. فيري امبورتنت الكلام هون. اهي باي سي ساكسينا الكو اي اند اسيتال كو اي. هاد من بيعطيهم لك؟ بيعطيهم لك ايزو ليوسين. طبعا هنا اسيتو اسيتال ما تتحول لاسيتال كو اي، فما يقوليش حد انت هنا قلت لي تحول اسيتو اسيتال. نفس الشيء اسيتال كو اي هي اصلا حتتكسر بعدين شني تتحول الى اسيتال كو اي. الايزوليوسين ميكسد فيري امبورتنت بالله عليك. باهي هل انا نبي ندير معادلات ولا حاجه؟ لا ما بيش يكتب لكم خربشه معادلات، لكن فيه مرض مهم جدا 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 ويحبوا يسالوا عليه في الامتحانات. المرض هو اسمه مايبل سيرب يورين ديزيز. مايبل سيرب ايه زي الشرب يعني، شراب يورين ديزيز. الميبل هي فاكهة توجد في الكاريبي، توجد في الكاريبيان أمريكا الوسطى في الأرجاء هذه. الشراب متاعها عنده لون وطعم مميزين. اللقطة هي يبول الناس هي يبدأ في شكل أو يشبه في رائحته رائحة الميبل سيرب. تقدر تدير عليه جوجل تلقاه يديروا فيه في الغذاء في أمريكا حاجة مشهورة يعني. طبعا الميبل سيرب تعريفة definition accumulation of alpha keto acids. معلش انت لما بتدير ترانز امينيشن لاي حمض اميني شنو الناتج حيكون؟ الفا كيتو اسيد. باي برانش تشين الالفا كيتو اسيد متاعها هي اللي بتتراكم، فالفا كيتو اسيد اوف بي سي اي اي. هذا طبعا ياخذ فيه مجموعة الصلاة بالمناسبة. سو يزيدوا بهي يزيدوا الاكسكريشن ان يورين. ممتاز ممتاز ممتاز. شن الكوز؟ الكوز بكري لوحت هالكلمة هيك اللي هي deficiency of oxidative decarboxylation of alpha keto acid. يعني الخطوة الثانية oxidative مش في trans amination إنما oxidative decarboxylation of الفا كيتو اسس. انا زي ما قلت لك ارحمتك ما بيتش نكتب لك هلبة تفاعلات ما تبيهمش، لكن اللي تبي المرض هو السبب هو شن تراكم الالفا كيتو اسيد. الافكت متاعك الافكت متاعك منتال ريتارديشن ديروهم بالاحمر mental retardation. حيصير لك urine has maple syrup odor or brown sugar. يبدأ زي السكر المحروق صمت أو زي maple syrup. السكر المحروق هو زي الكراميل. urine has a maple syrup odor or burnt sugar. ولو ما تعالجش الطفل يموت خلال سنة. Untreated children
do not live أكتر من 1 year للأسف. كلام سيء لكن هذا اللي ينقال على ال branch chain amino acids. اليوسين ايزوليوسين فالين، الثلاثة أحماض هما اليوسين بيور كيتوجينيك، الفالين بيور جلوكوجينيك، ايزوليوسين ميكسد يعطي الزوز. البيور كيتوجينيك حيعطي اسيتو اسيتايل ثم اسيتايل كو اي، الايزوليوسين حيعطي اسيتايل كو اي او ساكسينايل كو اي، وبالدور الاخر الفالين باعتباره جلوكوجينيك حيعطي فقط ساكسينايل كو اي. الانزيمات هي تمر بترانس امينيشن وين في البرين اديبوس تيشيو المصل، خصوصا المصل لان المصل تحب تكسر البرانش تشين امينو اسيد. ثم شني الليفر راهو ما عندهاش ترانس امينيشن هلبة مقارنة بالتيشيو زهية. الميبل سيرب ديزيز يتراكموا الالفا كيتو اسيد بعد ما درت لهم ترانس امينيشن ولا تحدث لهم عمليه الاوكسيديتيف ديكربوكسيليشن. لما ما يصير هيك الالفا كيتو اسيد هي تنزل في اليورين، مش البرانش تشين هم اللي ينزلوا، لا الالفا كيتو اسيد نتاعهم الهيكل الكربوني، ويبدا شيني يبدا يصير مينتال ريتارديشن، صنه البول تبدا مميزه، والاطفال اللي ما يتعالجوش يموتوا خلال سنه. تم الفيديو، ألقاكم على خير في شابتر أو جزئية جديدة من الأمينو أسيد ميتابوليزم اسمها تصنيع النون اسينشال أمينو أسيد. موضوع حيكون أسهل بهلبة، وحتتعاود علينا معلومات من الفيديوهات هي القصيرة الطويلة القصيرة الهلبة تعتبر بهاي، وموضوع بسيط بإذن الله حيكون ممتع هلبة وأكثر حتى من هذا. أسأل الله أن أكون أنا وفقت في شرح الكتابوليزم. الكتابوليزم نعتبر فيه أصعب جزئية في الأحماض الأمينو أسيد ميتابوليزم، لكن أنتم قدها، أي نعرف الشيء هذا، مش صعب عليك، مش هتكون صعب عليك، ولا لأنها ما كانت صعبة على غيرك، ولغيرك مش أشطر منك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.